السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا يعني بعد ما تم يعني معارفة المنتخب المغربي سوف يلعب مع المنافس المقبل وهو المنتخب يعني الإسباني، والذي سوف تكون نهاية النتيجة لصالح المنتخب المغربي إن شاء الله بهدف لصفر لصالح المغرب وتأهل المغرب إلى الدور الكاردو فينال إن شاء الله. هذه هي اللي غادي نعيشوها إن شاء الله، نعيشو إنجاز تاريخي كبير للعرب. يعني اليوم المغرب ما راهيش تمثل إلا المغرب، المغرب راهي تمثل كل العرب. بقالنا منتخب واحد يعني زوج منتخبات إفريقية، منتخب عربي ومنتخب إفريقي، وين السنغال كذلك اللي نتمناو لهم يعني إحداث المفاجأة وتكون كما يقول لك غادي يلعبوا قدام المغرب، تكون في صالح المغرب، غادي تكون في صالح المغرب. التأهل تاع السنغال يعطي حافز كبير للمنتخب المغربي، يعطي حافز كبير للمنتخب المغربي. هذه هي وين شاهدنا وين نجوم السابقين للمنتخب الإسباني يحذرون أريكي قبل مباراة المغرب، وين اهتمت قنوات التلفزيونية والإذاعية في إسبانيا يعني في إسبانيا بصورة خاصة مباشرة بعد معرفة أن المنتخب المغربي هو المنافس المقبل للإسبان في الدور 16 من نهائيات كأس العالم قطر. وأجمع وين خوسي أنطونيو كاماتشو وأنخيل ألونسو يعني وإيكار كاسياس وهم لاعبون سابقين للمنتخب الإسباني على أن المباراة لن تكون سهلة إطلاقا أمام منتخب تصدر مجموعة ضمة كرواتيا وصيف بطل العالم في النسخة الماضية وبلجيكا ثالث في كأس العالم وكندا بطلة تصفيات كونكو كاب المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بدون هزيمة. يعني نقول لكم باللي طاحوا في مجموعة يعني مجموعة كبيرة جدا. كاماتشو ويصرح لا تتبعوا الجلد يعني المغرب قبل صيده. لم يعني النجم ريال مدريد السابق كاماتشو النقاش الذي دار في برنامج رياضي على محطة الإذاعية الإسبانية يعني حيث تحدث الضيوف برنامج الإعلامي والفنيين عن مسار المنتخب الإسباني نحو نهائي مونديال واحتمال ملاقاة البرتغال في الدور الربع النهائي. وتدخل نجم المنتخب الإسباني كاماتشو بنبرة غاضبة مقاطع النقاش عن أي نهائي تتحدثون، هل ضمنتم التجاوز المغرب بهذه السهولة؟ أتعجب من الثقة التي تتحدثون بها عن الدور 16، يبدو أن ذاكرتكم ضعيفة جدا، لا تبيعوا للجمهور الإسباني جلد الدب قبل صيده. وأضاف كاماتشو أنه من الخطأ يعني القفز على مباراة المغرب المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل والحديث عن الأدوار الأخرى قبل أن يردف، يبدو أن ذاكرتكم ضعيفة. تعادلنا بصعوبة أمام المغرب في الجولة الثالثة من الدور المجموعات قبل 4 سنوات فقط، وتقنية الفيديو المساعد أنقذتنا من هزيمة آنذاك. أرى أن الجميع هنا يتحدث عن الأدوار المتقدمة ونسى المباراة الهامة التي سنصطدم خلالها بالمنتخب المغربي، لم تقدم له هدية حينما تصدر المجموعة فيها كرواتيا بلجيكا وعن جدارة واستحقاق وكندا. وتابع كاماتشو يعني معدد كما نقولوا حنايا وين تكلم وين نصح النجم الاسباني السابق مواطني لويس أريكي مدرب المنتخب الاسباني بحذر في مباراة المغرب وتجنب الاستحواذ السلبي على الكرة، قائلا كرواتيا وبلجيكا استحوذوا على الكرة بنسبة عالية جدا امام المغرب، فهل تمكنت من الفوز عليهم؟
ودعا كاماتشو الريكي للعب بفاعلية أكبر وبناء الهجمات بشكل عمودي تجاه المرمى المغرب. عوض اللعب العرضي قبل أن يختتم حديثه محذر المغرب يمكنه إقصائنا من المونديال إذ لم نلعب بفاعلية أكبر مما رأيناه أمام ألمانيا واليابان. يجب أن نسترجع شخصيتنا التي لعبنا بها أمام كوستاريكا في الجولة الأولى. يعني وين كان نجم أنخيل أنونسيو النجم برشلونة خلال مشاركته في البرنامج أن المنتخب بلادي وقع في ثمن نهائي مع منتخب منظم جدا وملتزم تكتيكيا ويصعب فتح ثغرات في الخط الدفاعي الذي يبدأ بالقلب الهجوم يمتد إلى حارس المرمى حيث يدافع المغرب عبر كتلة واحدة منسجم. وأضاف هذا اللعاب قوله منتخب إسبانيا والمغرب يعرفان بعضهما البعض جيدا ونسخة المغرب في 2022 تختلف قليلا عن النسخة التي واجهناها في 2018 بروسيا. المنتخب المغربي حاليا أكثر التزام تكتيكيا ولا يجازف في الهجوم ويلعب حسب إمكانياته وعلى نقاط الضعف المنتخب المنافس لقد رأيناهم جميعا في الدور الأول. وأوضح هذا اللعاب أن منظومة دفاعية للمغرب استطاعت ابتلاء نجوم كرواتيا وبلجيكا وحدث من خطورتهم بشكل مذهل داعيا إلى حذر في المباراة أمام المغرب وخلق المساحات على الرواقين أمام ظاهرين عالميين أشرف حكيمي لعاب باريس سان جيرمان الفرنسي وناصيري مزراوي لعاب بايرن ميونخ الألماني. كاسياس مباراة غير عادية بطقوس خاصة أمام المغرب. أما الأسطورة الحارس المرمى الإسباني إيكار كاسياس فقد بدأ متحفظ في الحديث عن حظوظ منتخب بلاده في الدور 16 أمام المغرب قائلا في تصريحات لقناة تي في أن التكهن بنتيجة المباراة المغرب وإسبانيا في الثمن النهائي كأس العالم أمر صعب جدا وأن المواجهة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات. وتابع كاسياس موضح لو سألت عن نتيجة المواجهة محتملة بين الإسبان والمغرب قبل المونديال كنت سأعطي منتخبنا نسبة فوق 90%. أما الآن وبعدها شاهدنا المستوى الذي يلعب به المغرب أمام منتخبات من العيار الثقيل كمنتخب كرواتيا وبلجيكا وإن أجدني متردد سأمنح 50% لكل طرف. وأضاف كاسياس الحارس المرمى ريال مدريد السابق أن المغرب ظهر أكثر صلابة ونضج من ناحية تكتيكية وأن الفريق المغربي بإمكانه انتقال من نظام 4-3-3 إلى نظام 4-1-4-1 وحتى 5-4-1 حسب الأطوار المباراة وبسهولة بالغة بالنظر لإجادة المجموعة من لاعبين منتخب المغربي الشغل أكثر من المركز. وختم كاسياس حديثه التحذير بالقول يجب ألا ننسى مباراة ضد المغرب ليس عادية لها طقوس خاصة والمستوى المتقارب جدا مع البلد يعني المنتخب المغربي. على هذه نقولكم ونقولها لكم ونعاود مباراة تاع المغرب أمام إسبانيا أنا نقولكم كل مغرب طاحت مع منتخب مع الوي هذيك بولندا ولا طاحت من والله يقولكم صعيبة على المغرب. بصح المغرب كي طاحت مع إسبانيا ماشي صعيبة على المغرب روتوشات صغار برك هذا مكان ماشي صعيبة. إسبانيا قلبة اسم تاع أبطال العالم صافي 2010 هارا وراه كاماتشو اش قال لهم؟ قال لهم احنا ساعدنا الفار في 2018 يعني وشاهدنا المباراة كلنا شاهدنا المباراة نورمالمون المغرب تفوت الدوزيام تور يعني وين حقرها الاربيتراج أنا ذاك وين حقرهم الاربيتراج هذا مكان خلاهم يفوتوا يعني يكملوا مع ليز افريكا برومي تور كاع ليز افريكا قال لك لازم ما يقعدوش يروحوا. اليوم تغيرت الامور المنتخب المغربي اصبح اكثر صلابه ويلعب بكتله واحده ويتنقل من خطه الى خطه بكل سهوله لان المنتخب المغربي عنده لاعبين يجيدون كل الخطط يعني ويطبقون خطط مدرب يعني وين كما يقولك اظهر تكتيك والتزام عالي جدا
هادو هما يعني كاين يقول لك لا اللعابه ملاح ماشي اللعابه شو الكوتشين وين بانت تاع المدرب بانت النهار اللي بدل قلع 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 زوج جواله ودخل زوج جواله ربح بيهم فماك بانت الكوتشين تاعو فماك بانت اللمسه هذه هي اللمسه اللي نهضروا عليها هذه يا خويا صحيتو ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واعطونا كيما يقول لك اللي يمشي ابوني ابوني معنا وربي يحفظك.